شعر، قبائل الشعر. ايوه بدو برضه. بس متربي في اسكندريه. القبائل دي بتنتشر خارج الحدود، يعني انت ممكن تكون من قبيله ليك امتداد في دوله تانية. اكيد طبعا. اكيد. تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، جميع الدول العربيه ما شاء الله يعني. طيب جميل. علاقتك بقى بخالك علي حميده، وقبل ما اسالك يعني عن علاقتك بيه، او خلينا نبدا الاول بعلاقتك بيه، بتبدا من امتى ولما لقاك بتغني؟ والله يعني تقدر تقول مثلا من نص المشوار كده، يعني تقدر تقول من نص المشوار. يعني حلو. طيب لا اسمع دي كويس. طب قول لي كده. طب اختار. دايما يقول لي اختار، يعني الاختيار عنده ده اهم حاجه. وهو ما شاء الله يعني في السمع بيسمع قديم، بس واضح ان هو يعني ساعدك لانه كمان عمل معاك كليب، يعني ده معناه ان هو حاجه شرف ليا فعلا، مؤمن بيك يعني. يعني دكتور علي حميده نعمل معاه دوت زي وليدي، ما شاء الله يعني دوت. هو بيجيب له تليفونات من جميع انحاء الدول العربيه، عاجبينهم الموضوع ده. طيب اغنيه لولاكي ايه سر نجاحها الرهيب ده؟ ده كانت سنه 1988 على ما اتذكر. وعملت زي انفجاره كده، ايه السبب؟ هو رزق من عند الله. وانا طبعا كان تربطني يعني صداقه بالفنان الكبير رحمه الله عليه، الفنان الشاعر عزت الجندي. وهو طبعا يعني لغايه لما اخر المحطه قال لك ده رزق بتاع ربنا. نجاح اغنيه لولاكي، كلمات عزت، كلمات الشاعر الكبير عزت الجندي، والحان سامي الحكيم، واغناء اغنيه. وانت بتغنيها اوقات؟ طب نسمعها. محسن يزعل مني؟ لا لا. طب حاضر. الأغنية كانت يعني من نجاحها الناس ربطت اسم علي حميدة بلولاكي، يعني أصبحوا مرتبطين ببعض فعلا. وبعدين يعني الأستاذ حميد كان عامل المقسوم اللي هو السريع ده، كان يعني في الوقت ده ما كانش حد بيغني كده خالص.